بمشاركة عدد من الناشطين السياسيين، نظمت كتلة الوحدة الدستورية مساء أمس ندوة حوارية تحت عنوان بين الأولويات والوعود. وأكد المشاركون في الندوة أن الكثير من النواب في مجلس الأمة الحالي اختلفت أولوياتهم بعد دخولهم المجلس عن الوعود التي أصدروها خلال حملاتهم الانتخابية. الأولوية مرة ثانية هي عبارة عن أمر أو قضية تهم الفرد أو تهم الجماعة. شنو اللي يحدد هالأولوية؟ أمران يحددهم قرار أقرر بأن هذه أهدافي وهذا مطلبي، ويحدد أيضا وقت. الوقت لما أنا يكون في عندي هدف وأقول بأن هدفي أحتاج أحققه بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين، الأولوية تفرق. انصدمنا في شباب كانوا ينادون للحريات والمزيد من الحريات، وندوة الافتتاحية يعطيها موضوع الحريات، ويطالب في لجنة الظواهر السلبية ويتعذر، يقول ترى ها لأن لجنة الظواهر السلبية هي مخدرات وغيره وغيره وغيره. إذا غير مفهوم غير اسم اللجنة، تراضيني ترى وأقدر أفهمك، لكن إني أنا أدخل لجنة عشان يعطيني هو منصة إني صعب أو غيره أو غيره. المجلس السابق لم يوافق على ما جاء في الوثيقة الإصلاح الاقتصادي ولم يجعلها في حيز التنفيذ، لتأتي الحكومة في العطلة البرلمانية وتصدر قرار وليس قانون، قرار رفع أسعار البنزين مستندة إلى قانون صادر في سنة 95.